هذا رجل عنده غريفتين 4×4 أبو علي، وقاسمها مترين في مترين، مترين في مترين هذه للضيوف، ومترين في مترين هذه زوجته. منامه زوجته هذا. ليلة من الليالي يوم صلى العشاء وخذ حون الساعة، جات الضرمة على القهوة، قال يا أم فلان ما عندك قهوة؟ قالت له والله عندي تبهيرة واحدة يعني بما تكفي دلة واحدة. قال بالله هاتيها. ما كان فيه لا قز ولا هذا، شب نار الرجال وقعد يحمس قهوته، ويوم بدأ يدقها بالنجر، ألا والله ذاك أهل الركايب اثنين جايين على ركايبهم، والله وينوكون قدام بيته قدام غرفته ذي، جوعانين يا ابو علي ذابحهم الجوع، ما لا تغدوا ولا افطروا، حالتهم حاله. يوم شافوا النار طمعوا بالعشاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. ولا والله ان الرجال انه ابد مزهب دلته. يا فلانة عندك تمر؟ قالت والله ما عندي الا 3 فذات، بس 3 فذات. قال هاتيها. والله 2 اعطاها ضيوفه والثالثة كلاها. ضاقت به الدنيا، ما عندي شيء في البيت، ما عندي شيء جوع. والان يعني الناس هاجعين بالذات البدو هذا، نايمين يعني في عز نومهم، هل الحلال وهذا. فقال في شيء؟ يقول ميد حرمتي. قالت والله ما في شيء، والله ما في شيء. قال طيب في عندك مويه لعل وعسى نحصل؟ قالت المويه فيه والقدر فيه وهذا المواعين فيه. فاستاذنهم وراح، لعل عنده وادي قريب، وفي اخر الوادي نهايه الوادي بدو عندهم حلال وهذا. وهو يمشي مع الوادي قال له والله يسمع صوت خرفشه وهذا، ويقرب من الشجره اللي فيها صوت الليل. هلا والله ذاك الفرايفي اللي ناشب من ذي الشجره، ولا هو بيروح ولا هو بيجي. مره ابو شهرين ابو 3 شهور، هو سبحان الله العظيم، ويطلع من ذي الشجره ويجيبه والله، ويذبحه وتطبخه الحرمه ويتعشى، ما في لا رز ولا في دقيق ولا، بس لحم ومرقه. تعشى وعينوا خير، ويوم اصبحوا والله يفطرهم على باقي الذبيحة. قال والله يسترخى عليك، والله انك عشيتنا وحنا هاي كانين جوع، يوم شفنا شبة النار قلنا بس حصل العشاء، حنا على بطوننا من الصبح ما ذقنا شيء. صحيح والله يا اخوان، يعني يوم واحد يوم يتذكر الوقت الماضي الحمد لله سبحانه وتعالى. اللهم لك الشك. فمشوا من عنده وقالوا بيض الله وجهك على كرامتك اللي اكرمتنا. بعد العصر راح لهذا الحلال، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا الربع احد ضايع له ذاهبه طلي هذا وصاف هذا، كل قال والله ما حد ضايع لي شيء. تسميه ذاهبه هذا اللي ضايعه، الذاهبه وهي الظاهر في اللغه العربيه. اي وتطلق على الابل برضه. اي قال ذاهبه لذاهبه، الذاهبه هي الضائعه، سواء كان من الابل او الغنم. حلو. او البقر. فقال والله ما حد انه غادر للشيء. ولقيت، قال والله لقيته في الوادي، الناس صريحين ما عندهم يعني. يا سلام. فقال لقيته داخل شجره ناشب في شجره، وانا امشي مع الوادي، وجاب الله ضطني بدل ما اروح لكم واهجدكم واقول اعطوني ذبيحه، جاب الله ضطني وخذيته وعشيت ضيوفي وفطرتهم فيه، وهذا هم مشوا. وانا العصر ادور اذا راعيه منكم ولا هذا، يا يأجل علي عشان فيما بعد خلصه، ولا احاول اني اخلصه بالقريب العاجل. فسبحان الله عظيم، يعني يسر الله لهذا الآدمي ان يعشي ضيوفه وان سبحان الله تزين اموره. الله المستعان. يعني الان نقلط على المفطحه
ممكن ما ناكل منها الا شوي. انا اذكر في الوقت الماضي والله ثلاث مراحل ما تاكل منها الا شوي. هذه المرحله الاولى حتى لو بهم جوع يا ابو عبد المحسن لامونتره، حتى لو بهم جوع يقومون لان في خلفهم، ثم الدفعه الثانيه البزران واللي معهم هذا، ثم الدفعه الثالثه الحريم. اي والله الحمد لله الحين الرجال يقلط لهم مفطحة، والحريم مفطحة، والشباب صحون الجنوب كلها الحمد. وبوفيه مفتوح. اي والله بوفيه مفتوح. لكن المفطحة تاكل منها شيء بسيط الان. اي بالله الان والله ما شفتك عاد قبل امس. والله ما من اكل شايف كان قبل امس تسوي. إيه؟ لعبت فيها. لا بشكل عام يعني. إيه؟ لا بشكل عام الناس ما تاكل. ها اجل مركز فيه ابو. قلت ما شاء الله ولا ما قلت الا قلت ما شاء الله ولا سمعت كلت عقبها. لا ذاكرنا الله.